انتوا يعني انا دا انقل لكم واقع حال. احنا النقابات دا نقول واقع حال من خلال القناة. تقصيرات الوزارات تقصيرات اي تسهيلات من الامانة العامة ماكو. الامانة العامة لمجلس الوزراء واقع علينا احكيها بصراحة. الامانة العامة لمجلس الوزراء ندزلهم كتب وكتابنا وكتابكم ابصر شيء ما الجيش الابيض القانونيه اللي هو استاذ اصلا نجيب شو اسمه كلمه صريح العباره نجيب الامانه العامه مجلس الوزراء هي مقبره الكتب. سمعت الحين ولا حاجه يعني اذا تريدين كتاب يروح الامانه العامه لمجلس الوزراء وما يجيش رد روح دزها الامانه العامه مقبره الكتب الرسميه. ياما ياما نرفع ما يجيني اي رد. لو حتى لو اجي رد حكيتها امام دوله رئيس الوزراء حتى لو جانا قبل اسبوع رد. يعني احنا متعلمين على رد مال الامانه العامه إشارة للكتاب والمادة القانونية ظلك وبعدين يخليك تأيس من الحياة. بس إحنا ما نأيس من الحياة لأن إحنا مع الأسف إحنا الأمانة العامة يمكن إحنا نوجه الدولة رئيس الوزراء الأمانة العامة جاءت تتحكم بالوزارات وهذا خطأ. إحنا اليوم فعلاً. أي هذا خطأ هذا مو صحيح. الأمانة العامة مو شغلة تتحكم بالوزارات ولا تطري القانوني. يعني اليوم يجيبون كتب قرارات قضائية ما يمشي بها الأمانة العامة مو صحيح. احنا نطالب الحكومة اليوم برئاسة دولة رئيس الوزراء سالم حمد الشيعي السوداني انه اذا يجي كتب احنا ندز رئيس الوزراء حول الأمانة العامة. احنا عندنا كل شهرين اجتماع مع دولة الرئيس والأمانة العامة برشمون الموضوع.